تعقد هذه الندوة الصحفية المشتركة بين السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والسادة الأساتذة المحترمين الأعضاء في لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل وبالإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في سياق الملاحم البطولية التي يخوضها الشعب الفلسطيني الشامخ في وجه آلة الحرب الهمجية الصهيونية المدعومة بشكل رسمي ومعلن من قبل الإدارة الأمريكية وعواصم عدد من الدول الغربية. نسخة من خلالها إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على الخطوة التي نقدم عليها اليوم والتي تتعلق بتقديم عريضة المطالبة بإيقاف وإنهاء كل أشكال التطبيع مع كيان الغصب والاحتلال. تأتي هذه الخطوة وبلادنا تحتفي بالذكرى 80 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. في 1944 قدم الوطنيون المغاربة وثيقة المطالبة بالاستقلال وإنهاء الاستعمار. واليوم في هذه الذكرى نقدم وثيقة أو عريضة المغاربة والمغربيات الذين يطالبون بإسقاط التطبيع. يدور هذا اللقاء ويدخل في إطار مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي المسمى إسرائيل. لماذا هذه المناهضة؟ هذه المناهضة لعدة أسباب سيفصل فيها المتدخلون، ويمكن القول بأنها تدور وتلخص وتوجد في المعطيات الآتية. أولا، لأن الكيان الصهيوني كيان مفتعل خلقته الرأسمالية الغربية والإمبريالية العالمية في إطار خاص يرمي إلى إضعاف الدول العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومدنيا وثقافيا، وذلك من أجل الاستمرار في استغلال كافة الواجهات والمقدرات الاقتصادية التي يحفل بها العالم العربي. ثانيا، لأنه كيان يحتل أرض غير أرضه ووطن ليس بوطنه، ولا أنه تاريخيا لم يكن لهذا الكيان أي وطن، ولأنه كيان قائم على العنصرية بما فيها التفرقة في المعاملة والتوظيف والملكية والسكن وفي جميع وجوه الحياة المشروعة المستحقة للإنسان. لكن لكم أن تتصوروا كيف أن المواطنون أقبلوا على هذه العريضة مع الإدلاء ببطاقتهم الوطنية ومع يعني الإشارة إلى رقمها وإلى تاريخ انتهاء صلاحيتها والتوقيع عليها إيمانا منهم وإيقانا منهم بأن هذا التطبيع يجب أن يزول. فهذه الخطوة دي الإدلاء بالهوية عندها أهميتها كبيرة، ومن هذا المنبر أحيي كل الموقعين 10,000 وزيادة على جرأتهم وعلى عزمهم من أجل الانخراط في مسلسل إسقاط التطبيع.